بعد مضي مائة وخمسين وخمسة وخمسين يوما من العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة لا يزال المشهد يبدو ضبابيا ومتارجحا بين الجهود الدبلوماسيه ومواصله العدوان خاصه مع اقتراب شهر رمضان المعظم وما يحمله من رمزيه دينيه في العالم العربي والاسلامي. قد ترشح الاوضاع للمزيد من الاشتعال في ذلك الشهر مما دفع الاطراف الدوليه والاقليميه لتكثيف العمل على التواصل لتهدئه قبل رمضان الذي يبدا بعد حوالي 24 ساعه. ومنذ ايام مشاهدينا اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له ان اسرائيل سوف تسمح للمصلين بدخول المسجد الاقصى خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان وبعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقه وسوف يتم تقييم امني اسبوعي لاتخاذ القرار بناء على ذلك. قرار بنيامين نتنياهو جاء بعد خلافات مع الجناح الأكثر تشددا في الحكومة وعلى رأسه وزير الأمن الداخلي إتمار بنكفير الذي طالب بتقليص أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان وعدم السماح لمن دون سن الستين عام بدخول المسجد الذي يعتبر من أكثر الأماكن قداسة لدى المسلمين بالإضافة إلى نشر الألاف من أفراد الشرطة وحواجز مكثفة عند مداخل القدس وإذا تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلية الخطة الأمنية انتقد بنجفير نتنياهو وزعم أن السماح بالصلاة في المسجد الأقصى تعرض حياة الإسرائيليين للخطر ومع احتدام الحرب في غزة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن موافقة إسرائيل على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان ولكنه تراجع عن تلك التصريحات أمس حيث شكك في احتمال التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين في قطاع غزة بحلول شهر رمضان وعبر عن قلقه الشديد من العنف الذي يمكن ان يندلع في القدس الشرقيه المحتله خلال شهر رمضان. الا ان تصريحات الحكومه الاسرائيليه برئاسه بنيامين نتنياهو لا تشير الى اي تهدئه حيث تعهد نتنياهو بمواصله الهجوم العسكري في قطاع غزه بما في ذلك مدينه رفح جنوب القطاع وذلك على الرغم من تزايد الضغوط الدوليه لعدم فعل ذلك. كما يعزز ايضا من احتمالات التصعيد ما يقوم به المتطرفون اليهود من اقتحامات لباحات المسجد الاقصى في الايام الاخيره ولتنفيذهم طقوس تلموديه واداء جولات استفزازيه تحت حمايه شرطه الاحتلال. في المقابل اكدت وزاره الخارجيه الفلسطينيه ان جميع اجراءات الاحتلال في القدس وضد مقدساتها تعد باطلة وغير شرعية خاصة فيما يتعلق باقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وشددت على أنه لا يجوز لقوات الاحتلال فرض قيود وحواجز لمنع دخول المصلين خلال شهر رمضان كما حضرت أيضا من تداعيات تلك الإجراءات الإسرائيلية فهل يدخل أهالي فلسطين شهر رمضان بانفراجة وتهدئة أم أن الشهر الكريم يحمل المزيد والمزيد من التصعيد والعنف والاعتداءات والتجويع وايضا العنف ردا علي الاعتداءات الاسرائيليه عن سيناريو الصراع في شهر رمضان تدور حلقه اليوم من الشرق الاوسط ولكن بعد الفاصل فتابعونا